معنا عبر الهاتف من دبي الكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية هولى الشيخ. مرحبا بك معنا هولى. كيف رأيت مهرجان دبي السينمائي لهذا العام الذي يميزه من ناحية الأفلام المشاركة والحضور والتنسيق؟ مساء الخير. بداية طبعا مع الدورة 14 من مهرجان دبي، هاي التظاهرة السينمائية الأهم عربيا والمنطقة تقريبا. الناس كانت على موعد افتتاح مع فيلم جدا مهم اسمه عدوات للمخرج سكوت كوبر. هذا الفيلم تناول قصة رائعة جدا عن العداوة بين سكان أمريكا الأصليين وبين الأمريكان، وكيف أن العنف لا يولد إلا عنف، لكن في النهاية يجب أن يعترف القاسي على يجب أن يعترف أن هناك ضحية وهناك جلاد، ويجب على الجلاد أن يعتذر إلى الضحية. كانت بداية رائعة وقوية جدا لافتتاح مهرجان دبي السينمائي الذي يشهد وجود 170 تقريبا فيلم. هو فيلم قصير أم فيلم روائي؟ فيلم طويل طبعا، فيلم الافتتاح نعم. فيلم روائي طويل أمريكي، هو العرض الأول عالميا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيعرض طبعا قريبا في دور العرض السينمائية، وأنا أنصح به الذي لم يشاهده أمس فليشاهده هي أما في العرض الثاني أو عندما يكون جاهزا في دور العرض السينمائية. من ناحية أخرى هناك طبعا نحن نعلم أن دبي مهرجان دبي السينمائي يهتم جدا بدعم السينما العربية، لذلك تتواجد هناك مواضيعنا، مواضيع منطقتنا العربية عبر أفلام موجودة، مواضيع اللجوء موجود، موضوع فلسطين موجود، هناك حضور قوي أيضا للسينما اللبنانية وطبعا السينما المغاربية وتحديدا التونسية، هناك الكثير من الأفلام الحاضرة. إذا كنت تريد أن تشاهد أفلاما عربية مميزة اذهب بالفعل وشاهدها بمهرجان دبي السينمائي. إضافة أن اليوم أيضا يوجد فيلم جميل جدا بلشت بوسني اسمه من بطولة ياسمين رئيس، يتوقع له الكثير من النقد البناء. طيب. طبعا نحن هناك ثلاث افلام مصريه، نحن مقارنه انه لم يعرض ولا اي فيلم مصري في مهرجان القاهره السينمائي، ولكن مهرجان دبي استطاع ان يستقطب هذه الافلام اليه لثقه المنتجين والمخرجين بهذا المهرجان. شكرا لك علاء، بتمنى ان تشاركونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي هي الاراء نظراتكم وتحطونا بالاجواء دائما احسن من ما عم نشوف التعليقات كلها على الاطلالات والفساتين. شكرا جزيلا علاء الشيخ الكاتبة والصحفية والناقدة السينمائية متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من دبي.